وهنا بقى دخلت قفص مع مجموعة من الحيوانات الاجتماعية من الدرجة الأولى. أنا مش هقول لكم اسمهم إيه، ولكن اللي يعرف اسمهم ياريت يكتب لنا في الكومنتات، وهنختار اتنين من اللي هيجاوبوا صح هيقضوا معايا يوم مغامرة كاملة في عالم الخيل والحيوانات. جمال هذه المخلوقات يخليك تنبهر، بيعشقوا العنب زي ما انت شايفين، وبعدين سبحان الخالق بيطلب منك الأكل بذوق واحترام شديد، احترام ما بنلاقيهوش في بشر كتير للأسف. شوف بيستأذن ازاي، بيشاور لي وإيده في إيدي، بص كأني ماسك إيد بني آدم، إيد طفل صغير. سبحانك يا الله،